صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم تسعه وخمسين لسنه الفين واربعه وعشرين باعاده تنظيم الهيئه العامه للرياضه وذلك بناء علي عرض رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعاد تنظيم الهيئة العامة للرياضة وذلك على النحو الآتي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة ويتبعه أولا إدارة الموارد البشرية والمالية ثانيا إدارة الرقابة والتدقيق ثالثا نائب الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة المنشآت إدارة المشاريع إدارة الشؤون القانونية والتراخيص إدارة الشؤون الرياضية